يؤسف أن الموقف السياسي الخطير اللي عبرت عليه الدولة الهولندية ولا الأساسي اللي عبر عليه وزير الخارجية الهولندية. السفارة طلبتنا باش تسترجع المساهمة ديالها في المهرجان اللي هي 40 مليون. علما أنه هذه المساهمة ديالها كانت لتغطية جزء من مصاريف إقامة بعض الهولنديين، ماشي كلهم لأن لجينا كلهم الأمر كثير بكثير، بعض الهولنديين من جهة، ولتغطية إقامتهم بطبعة الحال وتغطيتهم وكل شيء، والنصف الآخر لبناء للمساهمة في بناء الخيمة السينمائية الكبرى. الخيمة السينمائية الكبرى بنيت، وكافة من دعوناهم من الهولنديين كذلك جاءوا مشكورين. إذا الأمر واضح بالنسبة لنا باش نحدد اشنو هو الموقف اللي غنديرو. شوف، ولا جات في المس والمسار هاد البلاد هادي اللي طلبت منا واحد المجهود كبير، اي عضو في المكتب، ماشي غير انا، اي عضو في المكتب ممكن يأديها بشي حتى شي مشكل.